المرة اللي فاتت مني غنينا مع هيثم في الفيديو والأغنية طلعوا للسماء ومشوا ترندينج. أنا يعني زين أبو بدر. أوه يس. بقالنا كتير جدا والفانز كمان بقالهم كتير جدا عاوزين إن إحنا نعمل الفيديو ده سوا. الله المرة دي البرايم حيكون غير شكله. والذهبي وهيثم. الله لان انتوا كاركتركم مع بعض رجعنا ثنائي الجبار خلاص حنعمل لكم شو يلا دهبيز استعدوا بنولع المسرح مره ثانيه الله الثنائي الجبار رجع الحمد لله يا ربي انتظرونا محضرين لكم حاجه هيثم شو دهبي شو تجذر على مسرح بوليفارد المواهب هاي هاديوس في تارجتس عندنا الحين تولي اوكي استاذ حسن عندي جس اقتراح اذا ممكن معك هدوء لحظه هدوء سكوت لو سمحتم سيلونس سيلونس خليه يتكلم لو سمحتم راهو من ثنائي الجبار وعنده الحق يتكلم بس لازم نحط الكلام الراب لان فيها بارت راب فهي جاهزه لك بس لازم الراب هاي نسويه عربي بناخذه من اي اغنيه او تكتبها اي انا اخلص يمكن اقعد مع معاك يا استاذ ومع استاذ حمدي او مع هيثم نكتب كلمات نحاول انه امشي مع وشوف كيف الى هذا البيت حاجه خياليه اذا هيثم عملوا كده بكرسي اذا في المسرح شنو باش يكون وانايا غادي نزيد عليه شويه ديال الراب وغنديروا اللمسه السحريه وغادي كيما كيدير هيثم كوكتيل نضيف فيه بهارات سريلانكيه وبهارات مغربيه وعمانيه وهيك يعني بنعمل خلطه وان شاء الله راح بيطلع شيء حلو طيب اللي بعده اللي بعده ما تقلنا في مدلي كمان لا قالوا لنا بعد ما خلصت هون شو في بعد بدنا تريوز التريوز راح تختارون انتم مع بعض احنا نحب نلخبطه وراكم شويه بس بعدين بنشوف اختياراتكم انا افضل انه انتم تختاروا صراحه انا بكون على راسكم انت اللي تقرر احسن بحيث انه لانه انا حاسس وشايف انه اول شيء يروح المنحنى اخر انه لا. كل واحد يتحسس نبي نسمع نبي نشوف فكركم كيف تفكرون احنا اللي راح نختار الله يستر يعني في مشاكل وراح تخرب الدنيا ما في الحلقه الجايه اي احد فيكم يغني سنجل وحده ما عدا نور انا بس راح اغني سنجل انت الوحيده اللي راح تغنين سنجل عشان تاخذين حقك صراحه فرحت كيف قال لي باش نغني سنجل على خاطر باش ناخذ اغنيه ونغنيها وحدي انا الوحيده فالحاجه هذه فرحتني مش مبين قدراتي اكيد انا اقول حمدي خلينا نمشي احسن عشان انتوا الصراحه بالكلام مش نافع معاكم التريو بالنسبه لي فكره حلوه قوي اوكي البرايم هي